قبل الفاصل بنتكلم عن التوازن بين المؤجر والمستأجر وعدم الإطاحة بأي من المستأجرين وتمكين الملاك من أخذ حقوقهم. ربما مسألة سحب الشقق من المستأجرين واحدة من الإجراءات الموجودة في مشروع القانون. سيادة النائب حدثنا عن مسألة سحب الشقق، هذه الشقق ربما تقصد بها الشقق يعني الفارغة. لا تقصد لا يسحب شقق سكنية، سكنية يسحب كل ما احنا قسمنا الموضوع الى ثلاث عناصر رئيسية. كويس. المساكن المؤجرة للحكومة او الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال وشركات التوصية وكل هذه الانواع من الشركات. قلنا هاني عشان نبقى عارفين، الجزء الاول هو جزء خاص بالمباني، بالمباني المؤجرة للحكومة أو من يخضع لنظام الحكومة أو للشركات ذات الطبيعة الكبيرة، للحاجات المؤجرة للنواحي الإدارية للحكومة أو كده. أما الجزء الثاني، الجزء الثاني يخص المحال التجارية والأماكن المؤجرة للحاجات الأغراض الإدارية والتجارية والمخازن والجراجات وغيرها من مثل هذه النوعية، أي أشياء لا علاقة لها بالسكن. والجزء الجزء الأخير وهو الذي يخص الشقق السكنية. النوع الأول أو اللي مع الحكومة، ما حدش عايز، انا مش انا اللي هدعم الحكومه ولا المالك يدعم الحكومه، حق المالك ان فورا او خلال سنه من صدور القانون ان الحكومه يجب ان تخلي هذه الاماكن وتعيدها الى ملاكها اصحابها عشان يستفيدوا بالطريقه اللي تراها او يروها، او ممكن الاثنين يتفقوا مع بعض. يعني انا ممكن والله المالك والمستاجر هيتفقوا كحكومه، انت الايجار اللي انت عايزه مني كذا انا مستعد ادفعه، انا كمالك هقول لا انا ما عايز المكان ده عشان هعمله مشروع او هعمل فيه اي شيء، يبقى من حق المالك ان يستعيد هذا المكان يعني، وده ما فيهوش مشاكل. حضرتك اما بيقترح مشروع القانون اخلاء الوحدة السكنية او يخضع العقد الى القاعدة الطبيعية أو وهو اعادة تحرير عقد جديد، الاتفاق سواء في المدة او القيمة أو حقي في أن أستخدم ملكي بالأسلوب اللي أنا عايزه ومع الحكومة، لا المالك ولا المستأجر حد يعترض ولا الحكومة المفروض تعترض، لا الحكومة عندها القدرة على أن هي تدبر حالها وتعمل منشآت تخصها وده أوفر لها وأحسن لها. الجزء الآخر أو الثاني اللي هو يخص المحلات التجارية والجراجات والأماكن المؤجرة كنواحي إدارية أو مهنية أو حرفية، قلنا ده نخليه، وخلي بالكم أنا أرجو من خلال البرنامج ومن خلال القناة الناس تفهم هذه القصة كويس. المقصود بكلمة إن إحنا المشروع يعني تضمن نسب ومراحل، هذه النسب والمراحل ليست قرآن، لا هي مقترح ومشروع، لأن لجان الاستماع في مثل هذه القوانين مهم. لابد وأن تؤخذ في الاعتبار وتعدل بما يتناسب مع مصلحة كل الأفراد. صحيح. ففي النوعية الثانية اتفقنا من البداية أنه هذا المشروع ربما مشروع يحتاج إلى تدخل جراحي دقيق، يعني تدخل جراحي، لأنه المسألة الحقيقة خلي بالك لا قانون يقترب، قانون له بعد اجتماعي. ماشي. في المرحلة الأولى قلنا ما فيش مشكلة، المرحلة الثانية حركناها شوية وقلنا ان هتبقى خلال 5 سنوات، وهذه السنوات المرحله حضرتك تقصد بها المحال التجاريه، المحال التجاريه والمخازن والامور اللي هي فيها حاجات تجاريه او اداريه، وقلنا ان في هذه الفتره لابد ان المالك نضيف له نسب، لان الاعمال التجاريه بلا شك هي اعمال مربحه او فيها ربح، فانا مش بقول ان انا هاخد ربح الراجل اللي بيشتغل، لا بقول ندي للمالك جزء من المستحق في القيمة الإيجارية، وبجدول هذا الجدول برضك بقول مجرد استرشاد قابل للنقصان او الزيادة او التعديل طبقا لما ستسفر عنه لجان الاستماع
والأطراف الموضوع كله. الجزء الخاص بالسكني، السكني أنا بقول وعدت وحزين وأفضل أقول لن يصدر عن مجلس النواب وأنا كمقدم لمشروع أنا وزميلي معتز محمود، لن نقبل أن توجد في هذا القانون أي مادة تخرج الساكن بره سكن. لكن هنعمل إيه؟ هنقول إحنا كلنا بنشارب بعض وعايشين الحياة وعارفين غلوها. عملنا فترة لا تقي يعني حددناها مع 10 سنوات، برضك هذه الفترة ليست قرآن، يعني إحنا حددناها على سبيل إن إحنا بنقدم مشروع متكامل قابل للمناقشة، ما تسفر عنه مناقشة وما يسفر عنه آراء الأعضاء، لأن أعضاء المجلس في النهاية بيروح المشروع للجمعية العامة للمجلس، هي اللي بتقول وبتناقش وتطلب بناء على رغبات الناس.